بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في بعض من الاخوه ما قدروش يجوا بسبب المطر ده، ف الموضوع اللي في ذهني كنت اكلمكم فيه بنعمه المسيح هاجله للمره الجايه، هناخد الثلاث اسابيع الجايين. وأبونا بيمن يشوف لنا يوم، ممكن في الكنيسة ممكن في الكينج ممكن في أي حتة، ندرس سوا سفر رعوس يوم بحال من الصبح لليل. ينفع؟ هو ده بيسمع الكلام فل. فأنا كنت دلوقتي أبونا قال لي إذا يجوا 40-50 نفر يعني، قلت طيب 2 و3 يكفوا مش مهمة، 50 كتير. فكنت بنقرأ حتى نقرأها سوا أسهل، ده برا البرنامج يعني. ده سفر الأعمال كان قدام الإنجيل، فتحته في الإصحاح 14. أعتقد أنتم معاكم أناجيل ولا حاجة، فنقرأ سوا وخلاص من غير ترتيب يعني. طلعوا نعمة من عند ربنا. وحدث في أيقونية أنهما دخل معا إلى مجمع اليهود وتكلم، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمته، لكلمة نعمته، ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب إلى مدينتي لأيقونية ولسترة ودربة وإلى كورة المحيطة، وكان هناك يبشران. من الأيام الأولى باين أن الشيطان في شغله المضاد لله لا يهدأ. يعني أصلا أنهم يتكلموا بكلمة الله لخلاص الناس أمر مش مضر يعني، لكن الشيطان عامله يعني حاجة كبيرة قوي. ولغاية هذا اليوم يعني ان حد يبشر بالمسيح يتكلم عن المسيح يجد مقاومة فظيعة جدا. لو مثلا حد تعرف من الناس اللي بيفسدوا المجتمعات بأفكارهم بكلامهم بحركاتهم بشغلهم، يعني لو اتفتح بار لشرب الخمرة أو مكان للملاهي الوحشة أو الرقص أو الخلاعة أو الزنا، حدش يقاومه. صحيح كل الدنيا مفتوحة، حد بيكلم كلمة الله من أجل الخير. طب هو الإنسان لما يعني الإنسان المسيحي اللي مملوء بنعمة الله ده يعني لا عنيف ولا قتل، يعني لما الواحد يعيش مسيحي فعلا لا بيسرق ولا بيضر المجتمع ولا بيأذي الناس ولا حاجة أبدا،
لكن من البداية بقول لك كده، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، قاعدة. حتى على المستوى يعني حتى في البيت، يبقى الواحد عايش عادي وبعدين يجي وقت كده ارتبط بربنا قوي ويكرس حياته ويكرس وقته، يلاقي الدنيا قامت عليه. ليه يا ابني مش تذاكر؟ قال انت مضيع وقتك في الكنيسة ديت، مش وراك الشغل، طلبات البيت ما بتجيبهاش. يعني الظاهرة دي لازم الخادم يستوعبها جدا في نفسه، انه كل ما يتمسك بكلمة الله ويحب يعيشها سيجد مقاومة، قال من اليهود واليونانيين وأعداء الإنسان أهل بيته. طبعا كانت زمان في بدايات أيام التكريس، قول من 50 سنة كده، لما كان حركة التكريس في الكنيسة ابتدت تزيد، وكان الشباب يحبوا كده يكرسوا اللي عاوز يراهبن البنت، اللي عاوز تراهبن بتاع، كانت الدنيا فيها هياج رهيب جدا جدا. يعني يبقى البيت فيه جنازة كبيرة، وبعدها اتغيرت الدنيا، وقليل جدا ان القاعدة دي ما تلاقيهاش، لكن هي دايما. كل ما الواحد يتمسك وكل ما الواحد يعني يبتدي في الروح يشتغل، تلاقي ايه المقاومة شديدة جدا. على رأي القديس بولس الرسول، انفتح لي باب عظيم فعال ما كملش، قال ويوجد مقاومون كثيرون. لسه في بيقول ايه، اتفتح قدامي باب، ولكن المقاومة شديدة، لأن العدو، عدو الخير هو عدو المسيح، عدو كلمة المسيح، عدو روح المسيح. فخلوا بالكم، عشان كده ما تيجي الضقات دي، الرسل الأطهار تعرضوا ليها كتير قوي، ومن البداية فرحوا، من البداية لما بغي عليهم ومسكوهم وعروهم حاجة يعني خزي كده وضربوهم بالكرابيج، قال فخرجوا فرحين. قال ايه ده، منبع الفرح دي ما خلتهمش يبطلوا، حتى لو هربوا من مدينة الأخرى، وحتى لما بغي عليهم ولما اضطهدوا، قال ما فيش حاجة تقدر تبطلني. من سيفصلني عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم عري أم خطر أم سيف أم لا لا لا، ولا خليقة أخرى. فعشان كده بقول إذا الواحد فعلا يخدم المسيح ويجد مقاومات من داخل أو من خارج، من قريب أو من بعيد، ما بنفشلش، لا نفشل في عمل الخير. هداني. وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى، قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. أنا ما أعرفش القديس بولس الرسول شاف أن عنده إيمان إزاي، يعني ده بيوعظ بيتكلم والراجل العاجز ده من ضمن اللي قاعدين وبيبص القديس بولس. القديس بولس بص مش من بره، يعني بص جواه، وجد ان ليه ايمان. حاجه عجيبه. طبعا بدون الايمان مش هيحصل حاجه خالص، لكن شوف الروح يوصل لايه، لاي درجه.
يعني الخادم ده أما يخلص للمسيح إله اللي بعته ويتملي من روح المسيح يبقى فيه تمييز عجيب جدا. استعجب له، بص للراجل ده ولقى فيه إيمان جواه. فكرتني الحكاية دي، كنت بنقرأ عن سيرة واحد أب يوناني راهب من جبل أثس اسمه الأب بايسيوس. بايسيوس يعني بشوي. سيرته عجيبة جدا، رجل صلاة من الطراز الأول وناسك زي بتوع الجيل الرابع، وكان في شلة شبان في أثينا دينين وكويسين، قالوا احنا نروح نزور أبونا ده ساكن في الجبل. فولد صاحبهم بيدرس في كلية الحقوق ملحد، فقالوا له احنا رايحين نزور أبونا. قال لهم روحوا، قال ما تيجي معانا. قال لا يا راجل، أنا لا بأمن ولا عندي بتاع ولا ربنا ولا غيره. فقالوا بس تعالى. فراح معهم، وبعدين قعدوا ملويهوش، قعدوا يدوروا عليه. فالولد ما تعرفش جرى له ايه، فقال اول مره في عمري اصلي، هو من طفولته كده ما عندوش ايمان. فقال ركعت وقلت ايه اذا ربنا ده موجود، طب ما تورينا ابونا ده يجي ولا حاجه. فجي ابونا من الغابه في نفس اللحظه، وهو كاتب مذكراته للاخ ده، وقال قعد مع الشبان وكلمهم على ايه، اتكلمهم عن الثالوث القدوس وعن التجسد. قال يعني زودني عصر اكتر واتضايقت اكتر. وهو هم قاعدين وقال انا سامع الكلام ده ومتضايق جدا، بص له ابونا ده وقال له تيجي تبقى تلميذي. فقال له أنا مش بأمن بالمسيح ولا بأمن بوجود الله، أنا ملحد. فسكت وبعدين كمل كلامه مع الإخوة التانيين، وبعدين بصله تاني وقال له تيجي تبقى تلميذي. قال له قلت لك أنا مش مسيحي أصلا. وبعدين اتكلم، والأخ ده بيقول إن المرة دي بصلي جوايا جوه قلبي، البص بعينيه لداخل أعماق نفسي، وقال له تيجي تبقى تلميذي ودي لك اسمي. فقال جمعت كل قوتي وقلت اللي جنبي شديني من هنا مشيني من هنا. وكتب في مذكراته قال من اللحظة دي لم يفارق حياتي، دخل جواه كلب نفسه استولى عليه. حاجة غريبة طبعا، لا وعظ ولا إقناع ولا حاجة. وكمل المذكرات ويقول والآن أنا راهب عابد المسيح حامل اسم بايسيوس إلى آخر حياتي، غير كلام. فالقديس بولس الرسول يقول لك بص جواه الراجل المقعد اللي عمره ما مشي ده، بص جواه وجد ان فيه ايمان ليشفى. طب خلاص القم منتصبا على رجليك، فوثب وصار يمشي. على فكرة وثب الأعرج ديت مكتوبة في سفر إشعياء النبي كعلامة من علامات المسيا، تنفتح عيون العمي ويقفز الأعرج كالإيل زي الغزال، دي من علامات المسيح. فوثب صار يمشي، فالجموع لما رأوا ما فعل بولس
رفعوا صوتهم بلغة لكونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح لهما عشان دول آلهة. فلما سمع رسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما. يعني ايه؟ لما شافوا الناس جايه تقدم لهم الاكرام وبوكات الورد ويسجدوا تحت رجليهم ويذبحوا ذبيحه آلهة، طب مش حاجه كويسه ان الخدام يبقوا كده؟ الرسل عملوا ايه؟ مزعوا هدومهم. ايه ده؟ لا 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 لا، ده إلهنا اللي بعتنا قال حاجة مشهورة جدا جدا، قال مجدا من الناس لا أقبل. فإحنا طبعا دي لازم تتحط في برنامج الحد يخدم المسيح بأي صورة، جوه قلبه وجوه ذهنه عميقة في نفسه جدا، مجدا من الناس لا أقبل. ده سيدي قال كده، امال أنا؟ وديت الحاجة المؤذية جدا 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 لأي واحد بيخدم، مؤذية إذا ما كانش الواحد واعي جدا. طب أعمل لما أعمل إيه أنا؟ ما كل الناس بتبوس على إيدي وتيجي تجري، طب أعمل إيه؟ ما هي مش بتاعتك، مش حاجتك، ما تاخدهاش. المجد ده مش بتاعنا، ده بتاع اللي مات من أجلنا، ما تاخدهاش، خدها حطها عنده قول له ده بتاعك أنا، ده أنا خاطي وغلبان، ده أنا تراب الأرض أحسن مني. ادي المجد لصاحبه، ما تطمعش في مال العريس، هو العريس. لما بعت إبراهيم أبو الآباء الخدام بتاعه القائم على بيته عشان يخطب رفقة لإسحاق، طبعا أول ما شافها وأول ما حس إن ربنا سهل طريقه سجد للرب، قال اللي تيجي تقول أسيك واسئج مالك أهي علامة، فلا تسيها، قالت له أسيك واسئج مالك، قال بس هي دي، طلع الذهب خزام الذهب حطها في مناخرها وأسورة في إيديها، ويعني إيه زي الشبكة كده. ها؟ بنت كويسة وعروسة، وهو معاه الإيه؟ معاه الذهب ومعاه الحاجات ومعاه الهدايا، ايه رايك لو طمع فيها؟ قال لا لا، ده انا عبد، ده انا بخطبها لسيدي، انا ده انا شايل الحاجات دي ماليش ذهب، وانا جبت ذهب؟ ده انا خدام غلبان، ده الذهب ده بتاع سيدي والعروسه بتاعت سيدي، انا لا. فالخادم الواعي اسمه خدام، ما اسمهش عريس. قال خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، طب وانت ايه؟ انا خدام. طب بس انت عندك فضائل كتيرة وعندك حاجات كتيرة وعندك ذهب وعندك مقتنيات وعندك حاجات، ايه الحلوة دي اللي انت شايلها؟ قال مش بتاعتي. فمزق ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده اللي بنقوله في القداس. الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد،
وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا زي بتاعت النهاردة كده، وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. نفس الناس في نفس الوقت، المدح الكبير أوي 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 حتى الذبح، والعكس تماما، رجموه بالطوب حتى الموت. يبقى مجد الناس ده ايه؟ فالص. يمدح النهارده ممكن بكره، اللي قالوا المسيح وصلنا قالوا اصلبوا. ضربوه بالطوب لغايه لما افتكروا انه مات. ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينه. ايه دي بقى؟ يعني ايه ده؟ مغناطيس ولا ايه؟ لما حوطوا التلاميذ وهو ميت، دي كنيسه، ده الواحد لوحده فينا غلبان قوي، لكن في وسط الكنيسه محاط بقوه قيامه، دي الصلاه. ما حوطوه يعني لو لقيوه ميت بيعملوا ايه؟ كل واحد رفع قلبه لله. فالصلاة بتاعة الكنيسة مجتمعة عملت العيات والعجائب ونقلت الجبال وأقامت الأموات. عندي شغلة الخدام، إن جيت الحقيقة بالدرجة، شغلة الخدام. طب واحد ضعيف، طب سمعنا عن شاب إن هو يعني متمرمط في الخطية، أو بنت راحت كده ولا كده، مين يقيمهم؟ صلاة الكنيسة. إذا اجتمعت الكنيسة بقلب واحد وصلاة شديدة تقيم الأموات، مش أموات الجسد، أموات الخطايا. فعشان كده بقول إيه، طب ما نخلي ده برضو حاجة برنامج بتاعنا. عندنا ضيقة، عندنا مشكلة، عندنا اضطهاد، عندنا حد بيقول بيشتكي لحد من الآباء الكهنة، يقول أنا في شغلي مضطهد، أنا ميت، أنا تعبان، حد ضايع، أي أنواع من أنواع الخطايا والمودة. عاوزة قوة تقيم، عاوزة كنيسة مجتمعة، عاوزة ناس شجعان، عاوزة ناس بتوع صلاة. أخذناها كده كأنها يعني حاجة إيه، استهلاكية. أصلي لأبونا الله معاك أهو كلمتين، لكن خدوها بجد. إذا كان إنسان محتاج إلى صلاة، لما الكنيسة، لما الخدام يصلوا، كل اجتماع الخدام يصلوا من أجل نفس. أنا أؤمن بنعمة المسيح إنه يقوم من الأموات أو. فخلينا نأخذها بجد، خلينا نصلي من أجل بعض صلاة عميقة قوية بنفوس منكسرة أمام الله. طبعا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. إذا حاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة فبشرها في تلك المدينة، وتلمذ كثيرين. مفيش حتى يروحوها كسالة، غير منتجين، غير مثمرين، لا، أي حتة، في أي مكان، في أي زمان، أي حتة يوديني فيها ربنا، شغلتي دي. آخر حتى في الإصحاح، ثم رجع إلى لسترة وأيقونية وأنطاكيا يشددون أنفس التلاميذ. حلو قوي دي، صحيح ما فيش واحد فينا
ما فيش واحد مش عرضة إنه يرتخي يضعف يفتر، ولا واحد. طب محتاجين إيه؟ محتاجين حد يشدد النفوس دي، دي قوة زيادة، دفعة جديدة، نعمة خاصة حلوة. ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. ليه؟ لأن اللي بيتزعزع كتير، وأنه بضيقات. إيه اللي بيخلي واحد يتزعزع؟ قال الضيقات. فقالوا لهم أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإذا كان بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، فمرحبا بالضيقات. صحيح. إذا كان بضيقات كثيرة أنا أروح السماء، يا ألف مرحبا بالضيقات. وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم قسوسا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام من البداية في القرن الأول. الاثنين الجامدين قوي دول اللي بيعملوا العمل العظيم جدا، الصوم والصلاة حسب كلام المسيح. واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتاز في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى إيطاليا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما. عزاء شديد جدا، المشوار مليان خير، والخير كله يرجع للنعمة اللي هي بتعمل فينا. وحش قوي ان الواحد يفتخر انه عمل وسوى، حتى لو عملنا يعني. مين؟ الله هو العامل فينا، فيش حد فينا بيعرف يعمل حاجة، الله هو العامل فينا، فالفضل مش لينا. حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتكثر في بيعة الله المقدسة. أمين.